في هاته الأثناء منع نبيل منيب من دخول البرلمان بسبب جواز التلقيح. قامت عناصر الأمن بمدخل مقر البرلمان المغربي بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب من حضور الجلسة العمومية المنعقد يومه الاثنين لعدم إدلائها بجواز التلقيح. وفيما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لنبيلة منيب. نبيلة منيب ولدت في 14 من فبراير 1960 بالدار البيضاء. هي أستاذة جامعية بجامعة الحسن الثاني وسياسية مغربية يسارية، وهي الآن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وذلك منذ 16 يناير 2012 لخبرتها السياسية، وأصبحت بذلك أول امرأة مغربية تتولى منصب الأمين العام لحزب ما، وقد حازت على دبلوم في علم الغدد الصم من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما أنها عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأمينة الجهوية في الدار البيضاء، وقد اشتهرت بمناضلتها ودفاعها عن حقوق المرأة وأسلوبها الخطاب النقدي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.